بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بقى على صفة من صفات الأمالجم اللي هي الفلو والكريب. نشوف ايه الفرق بين الفلو وايه وبين الكريب. ذا فلو ريجستر ديفورميشن ديورنج شيبنج بيفور سيتنج. يعني ان الفلو هو عبارة عن انسياب المادة أثناء التشكيل قبل ما تتصلب، بعد ما عملناها تريتوريشن وانا بعمل كوندنسيشن، كل ده بسميه وانا بضغط كده بالكوندنسر على الامالجم ماس الخلطه، لازم يحصل لها فلو عشان تعمل لنا فيلينج كافيتي. يبقى هو بيبقى يعني الابلايد ستريس بيبقى سمول، والفلو والديفورميشن بيبقى كبير، عشان يعني مجرد ما اضغط كده ينساب بسهوله وينساب انسياب كميه كبيره، يحصل له ديفورميشن كتير عشان توفيل زي ما قلنا ايه توفيل ذا كافت. يبقى التيرم فلو جنرالي هاز بين يوزد ان دنسري تو ديسكرايب ذا ريولوجي اوف امورفوس ماتيريال لايك واكسز. كلمه ريولوجي اللي هو انسياب وتشكيل الماده، العلم اللي بيختص بيه الساينس ديلز ويز ذا فلو اند ديفورميشن اوف ذا ماتيريال، العلم بيختص بيه. انما الكريب بقى هو اللي هو بقى الديفورميشن بتاع الماتيريال بعد الهاردنينج، بعد الامالجم بيتصلب والمريض بياكل عليه وهو في بقه، والريبيتد ابلكيشن اوف ماستيكاتوري ستريسز بيؤدي الى ديفورميشن، بيحتاج الى وقت كبير قوي لتظهر الاثار بتاعته. يبقى الكريب از ديفايند از بيرمنت ديفورميشن اوف ذا ماتيريال هو ان سبجكتد تو ستاتيك او دايناميك ريبيتد لودينج. طيب بس شرط بقى ان الابلايد ستريس ده يكون تحت الالاستيك ليميت، يعني وذن ذا الالاستيك رينج، هو ده اللي بيفرق الكريب من اي الديفورميشن. عامه الماده بعد ما تتعدي الالاستيك ليميت كل المواد سواء الاستيك او نون الاستيك بيحصل لها بيرمان ديفورميشن، انما بعض المواد في خلال الالاستيك ليميت بيحصل لها شويه بيرمان ديفورميشن، اللي هو المواد اللي هي الفيسكو الاستيك. انما المواد الاستيك طبعا لما بعمل ستريس ويز الاستيك ليمت، لما بشيل الاستريس الماده بترجع لشكلها الاصلي بالكامل. انما المواد الفيسكو الاستيك بقى على الرغم من ان الابلايد ستريس از ويذن ذا الاستيك ليمت او بروبورشنال ليمت، انما بيعمل بيرمنت ديفورميشن. ليه؟ لان هي فيسكو الاستيك، لان الاسترين اللي بيصاحب الاستريس اللي هو الجزء اللي هو في ويزن ذا الاستيك ليمت لما بعمل على المواد الفيسكو الاستيك دي ستريس، والستريس تحت الالاستيك ليميت كل ستريس من ده يصاحبه استرين، الاسترين ده مش حاجه واحده بس، لا ده الاستيك وانا الاستيك وفيسكو وفيسكس او بيرنا. الالاستيك يروح اميديت، الان الاستيك يروح بعد فتره، الفيسكس يتن. ويقول لك فورشنتلي ان الفيسكو الاستيك بيفرق على الامارتم، ان الجزء اللي هو الفيسكس او البيرمننت بيبقى شويه صغيرين قوي، لذلك الامالجم ما بيحصلوش ديفورميشن، يعني ما بيحصلوش كريب في يوم وليله، لا ده بياخد سنين. او الاسفلت بنستلمه من المقاول فلات وسموث بعد ما عربيات بتمشي عليه وكل حاجه بتمشي عليه، يعني بتعمل ستريس والستريس صاحبها سترين، والسترين ده كميه منه كبيره اللاستيك بتروح، والان لاستيك برضو شويه ما ايه بيروح، انما شويه الفيسكس اللي هم شويه صغيرين بيتراكموا، وشويه شويه تلاقي الايه الاسفلت يحصل له كريب يزحف ويبدا ايه يعني يقبب كده. هنا طبعا العجل بيبقى ماشي هنا يعمل بيرمان سرين، يعمل بيرمان سرين طبعا، والبيرمان سرين يعني ديفورميشن، الديفورميشن هنا لازم يعني يصاحبه بقى كريب، الاسفلت يزحف، لان لما ده ضغط لازم ده يقب شويه اهو، هو ده اللي هو ايه يعني الاسفلت غير من شكله بعد مرور وقت كبير. يبقى هو تايم ديبندنت ميكانيكال بروبرتي، على الرغم من ان العربيات اللي بتمشي بتعمل ستريس ويذن ذا الاستيك ليميت، انما بيحصل بيرمان ديفورميشن شو الفيسكس كومبوننت بتاع الفيسكو الاستيستي اهو. الاسفلت ده ابن عم الامالجم، الامالجم بيعمل زيه، يعني دول حشوتين امالجم، واحده من الهاي كبر امالجم وواحده من الايه اللو كبر امالجم. اللي ملو كبر امالجم عملت ايه كريب كبير قوي اهو، شايفين شكلها اتغير، وديت اللي هي من الهاي كبر امالجم لا، اللو كبر امالجم حصل له كريب
والكريب واضح قوي لانه ده كان معمول له كارفنج ذا سيم مورفولوجي لايك ذس. انما ده بعد 3 سنين حصل له بقى ايه، الكريب زعف غير من شكله، شايفينه الحشوه الكونتاكت بوينت بقت اريا اند سو اون، والكاسبس بقت فلات. دي الساينز بتاعت اللي علامات الايه الكريب. يبقى عندنا الهايكبر امالجام بيرزيست ايه الكريب، بيقاوم الكريب، له لو كريب. انما اللو كبر امالجام بيحصل له هاي كريب، يعني الكريب بتاعه بيبقى عالي اهو. طيب نشوف بقى ايه الافكتس بتاعت الكريب، ايه هي تاثيرات الكريب، الساينز بتاعته يبان ايه في بق المريض. ما احنا قلنا زي الاسفلت يحصل فلاتنج للايه للكونتاكت بوينت، هيزحف، فبالتالي بدل ما كان فينا كونتاكت بوينت بقت اريا. البروتروجن ريستوريشن، ما احنا قلنا لما الامالجم بيحصل له كريب بيزحف ويتضغط من حته يقوم ايه يقب من الحته الثانيه، اهو الضغط هنا فحصل له ايه بروتروجن في الجزء ده، اهو الريستوريشن بقى بروترود هنا، شايفين مارجن قبت ازاي، بقى في ستيب سلم. يحصل اوفر هانجنج مارجن بالاكس راي ما يبانش، احنا كنا عاملين اكس راي immediately بوست اوبرتيف بعد ما عملنا الحشوه ما كانش فيه المارجن اوفر هانج ده، ما كانش فيه الحته اللي عامله زي البلكونه اللي مطلعها لسانها ديت وضغط على اللثه تديك ايه بعد كده بقى ايه بليدنج جام وسوالون جام، يعني تعمل انفلاميشن طبعا. والكونتاكت اللي كانت بوينت بقت اريا ويحصل فود امباكشن عشان ما الاكل ما بيتزحلقش انما يتحشر اند سو اون. وفلتنينج للكاسب، الكاسب كانت معموله شايفين اللي فاكرين الحشوه اللي هي كانت من الهاي كبر امالجم المورفولوجي بتاعها لسه محتفظ بيه، انما اللو كبر امالجم فقد المورفولوجي فيحصل فلاتنينج للكاسبس. طيب ايه هي العمل اللي بتساعد بقى على الكريب عشان اتجنبها؟ طبعا ما نستعملش اللو كبر امالجم، اللو كبر امالجم الريزيستنس للكريب لو، ليه؟ لان بيبقى فيه كميه انر اكتد جاما صغيره ومعظمها بتتحول الى جاما واحد وجاما اثنين، الجاما واحد وجاما اثنين الريزيستنس للكريب بتاعتهم قليله فيحصل لهم الكريب بكميه كبيره. يبقى كل ما الامالجام السنس بتاعته تبقى عاليه كل ما الكريب بتاعه يبقى اقل. طبعا السنجل كومبوزيشن هاي كبر امالجام ده اقلهم كريب، ليه؟ لان عندنا كميه ماتريكس قليله والان رياكتد جاما بتبقى كتيره، وحتى لما في الادمكس هاي كبر امالجام لما نتخلص من الجاما 2 بتتحول الى جاما 1 كريستالز وبتحول الى والايت او والكبر 10 فيس اللي هي الايتا فيس بتبقى على هيئه رودز، بتبقى على هيئه زي مسامير بتبرشم لي الجاما 1 كريستالز وز اتش اذر، لذلك هو اعلاهم سترينث ولذلك هو اكثرهم مقاومه للكريب واقلهم كريب يعني. طبعا الاورا تمبريتشر كل ما زود درجه حراره الاورا تمبريتشر يشرب بتاع ده يعني حاجات سخنه بقى شاي وشرب اند سو اون. الامالجام فيسز في اللو كبر امالجام الجاما 2 والجاما 1 الميلتنج تمبريتشر بتاعتهم هي بتبقى فيري لو، فلما نقرب ليها بزياده درجه الحراره يبقى دي بتساعد على الكريم. لذلك نلاقي الاسفلت في البلاد زي السعوديه والدول الخليج وافريقيا جنوب افريقيا السؤال الكريب فيها بيبقى عالي قوي، الاسفلت يحب يتغير يعني يغيروه كل مده صغيره، انما في اوروبا لا ما بيحصلوش كريب لان درجه الحراره بتبقى هناك لو، فما ما بيقربش من الميلتنج تمبريتشر بتاعته، فبالتالي الكريب بتاعه بيبقى قليل. الامالجام برضو كل ما التمبريتشر بتاع الاورال كافيتي تزيد كل ما الكريب يزيد، يبقى هنا انكريزد اورال تمبريتشر بتزود الكريب. ليه؟ لان الجاما الامالجام فيسز هاف فيري لو ميلتنج تمبريتشر كريب بيكوز سيريس بروبلم اونلي وين اورا تمبريتشر از جريتر ذان 40، لما درجه الحراره بتزيد 40 بتقرب من الميلتنج تمبريتشر بتاع الامالجام فيسز فبيحصل كريب كبير قوي. طيب ايه بقى الكلينيكال سيجنفيكانس، ايه العائد من ان انت وجعت دماغك يا دكتور وشرحت لي يعني ايه كريب ويعني ايه اسفلت والامالجام بيتصرف زي الاسفلت في بق المريض، طب ايه بقى العائد بتاعي يعني انا بقى انا في بق المريض هيهمني ايه؟ يهمني ان الكريب هو ان اكسبتبل ديفورميشن اند شود بي مينيمايزد از بوسبل از وي كان، ولازم ايه نقلله على خاطر الامكان عن طريق ايه بقى ان اختار هاي كبر امالجام، اليوني كومبوزيشن احسن من اللو كبر امالجام الكريب بتاعه قليل.
لما البروبورشنينج اختار برضو الدراي تكنيك، يعني اقلل كميه الميركري قدر الامكان في الخلطه، لان لما بزود الميركري هزود الجاما 1 والجاما 2 في اللوكابر امالجم، او ازود الجاما 1 في الهاي كابر امالجم، فبالتالي بستهلك الاندر اكتد جاما بقللها، والجاما فيس هي اعلاهم سترينث، يبقى استخدم اللي هي الايه الدراي تكنيك. استعمل التريتيوريتور فور ميكسنج، ميكانيكال ميكسنج احسن من مانيوال ميكسنج. استعمل هاي كوندنسيشن بريشر عشان اعمل سكويزنج، لو في شويه اكسس ميركري هربوا مني او دخلوا اعمل لهم سكويزنج اضغطهم، ويبقى اعمل ايه يجوا على سطح الحشوه، واعمل لهم سكرابنج قبل ما يحصل هاردنينج، واشيلهم يعني اكحتهم عشان اقلل كميه الميركري، وبالتالي اقلل. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.